مساء الخير. بشكر ورشة الزيتون على تشريفي للمرة التانية بإدارة ندوة والمناقشة فيها. النهاردة هنتناول رواية الأستاذ محمد عبد الرحيم 22 درجة مئوية من سيرة الأنسة ألف وسيد المعتوه مين. الكاتب أستاذ محمد عبد الرحيم هو خريج المعهد العالي للسينما، حاصل على الماجستير في علوم السينما من أكاديمية الفنون حول تقنيات السرد في الفيلم الوثائقي، وكتب العديد من السيناريوهات الروائية القصيرة والوثائقية. الرواية بتقع في 160 صفحة، بتقسم إلى 4 فصول، كل فصل مقسم لعدد من الأجزاء. عندنا الفصل الأول تفاصيل، الفصل الثاني تضاريس، الفصل الثالث طواف، والفصل الرابع إصلاح. وفي جزء في الفصل الثالث باللغة الفرنسية بعنوان ساسوفي هذا يكفي، مكتوب باللغة الفرنسية بالكامل. هذه الرواية أحب أشارككم جزء من كتاب ما بعد الحداثة لكريستوفر باتلر، يقول فيه: أثر التكوين الطولي المستطيل الشكل الذي قدمه الفنان كارل أندرين تحت عنوان تساوي 8 عام 1966 استياء الكثير عند عرضه في معرض فني في لندن عام 76. ينتمي هذا العمل الفني بجدارة إلى عالم ما بعد الحداثة، ورغم الموضع الذي يحتله حاليا في معرض الأعمال الفنية الحديثة فإنه لا يتوافق مع الكثير من مبادئ فن النحت الحديث، فهو لا يتمتع بجاذبية خاصة تدفع للنظر إليه، وبالتأكيد يبعث سريعاً على الملل. وبما أن يساوي 8 يخلو من أي سمات تجعله مثير للاهتمام في حد ذاته، فإنه يدفعنا إلى طرح أسئلة حول سياقه بدلاً من محتواه، مثل ما الهدف منه؟ أو لماذا يعرض في متحف؟ قد يبعث العمل على طرح أسئلة من قبيل: هل هذا فن حقاً؟ أم مجرد كومة من الطوب تتظاهر بكونها فناً؟ لكن هذا السؤال لا يعكس الكثير من المنطق في حقبة ما بعد الحداثة. فهل الرواية اللي احنا بصدد مناقشتها بتنتمي لحقبة ما بعد الحداثة؟ بكل ما قيل عنها من إن هي الأعمال اللي بتنتمي ليها عن عمد بتكون أقل في مستوى الوحدة، وبتكون أقل وضوحاً وأقل إتقاناً، وطابعها أكثر هزلية أو فوضوية، وميلها أقل إلى مراعاة تماسك النص، وبالطبع تمرداً أكبر على التفسيرات المحددة. دعوني أبدأ بقراءة مقدمة الرواية. هبدأ بالإهداء. الكاتب الإهداء لي: جاكيت صوفي أحمر، يد يسرى تمسك بفنجان قهوة، برواز فاضي، لوحات تخشى أصابعي، ومطر سيغيب. ثم في بداية الفصل الأول الكاتب الفصل بعنوان الآنسة المبجلة العبيطة. هقرأ لكم جزء من بداية الرواية عشان أضعكم في الصورة للرواية، وبعدين هنبتدي نناقشها مع السادة المتحدثين النهاردة. تأكد أن الوقت قد حان، فأصبح من المناسب تماماً جمعه لبعض الشتات من دماغه، قليل من الأسماء، الكثير من أماكن، وكذا بعض الأعمال والأقوال والصفات، اسماً آخر من ركن الذاكرة، فجمع وكون كتلة من تاريخه الذي يود نسيانه. عليه إذن لملمت كل ذلك، وبعدما يخرج من القهوة لابد أن يفتح النافذة عن آخرها ويلقي بهذه الكتلة الموجوءة لتتدحرج وتتطاير وتتمايل أمامه بفعل الهواء حتى يشاء لها الله وتستقر على الأرض، وربما تحسن الجاذبية التصرف فتلتقطها في سرعة شديدة حتى يستطيع التنفس بهدوء. وكاتب في البداية الجزء مرقم الفصل، مرقم هذا الفصل لأرقام. رقم 1: نظرت الآنسة المبجلة العبيطة إلى الكتلة التي لم تستقر بعد على الأرض وضحكت في سخرية. كل ده عنوان. كانت ابتسامة التخلص من العبء هي ملاذه الوحيد، ولكن بما أنه ولد
ولإضفاء مزيد من السخرية على المشهد إكراما للأنسة العبيطة. ستتحول هذه الكتلة فجأة، هذا التحول الذي صار على الابتسامة على شفتيه حتى داهت، إلى امرأة تسير بخطواتها الواثقة إلى الأمام. فما كان منه إلا الهبوط متحرك الرأس الذي يسبقه ليستبقيه ويعود به مرة أخرى إلى دماغه، لكن هبوطه لم يسافه، فقد كانت المسافة على ما يبدو متسعة بعض الشيء، وهي بالضبط المسافة بين لحظة هبوطها على الأرض ولحظة وضع قدم على بداية طريق العودة. المشهد هكذا الآن، الكتلة التي تحولت إلى امرأة تسير أمامه وهو يجاهد للحاق بها، يسرع، يبطئ، ينحني، يتطاول، يتمدد، والمسافة كما هي متساوية تماماً ومسترشدة بأقصى نظريات العدل. فلم يستطع الولد رؤية ملامح واضحة، لأن هذا الجزء الذي أراد التبرؤ منه أصبح يمتلك وجوهاً ونهوداً وأردافاً وثيقاناً كثيرة بعدد أصدقائه المخلصين، وبالتالي لم تكن الحاجة ملحة بأن تلتفت إليه طوال الطريق. يشرفنا النهارده يكون معانا متحدثين.